السلام عليكم خاوتي، اليوم عندنا ستيب واي سونديرو. شو بون عنده فيه موتور دي سي اي اونترتيان بركا، فيه ديجا هدية بالك. دوك نشوف له الكابتر هدايا ورابطينو وحاكمينو بلي كولي، قال لي وفازت ما فهمناش واش بيه، شعل له تشاك منه. وعنده فلتر غازوال، فلتر غازوال هو اللي يجي تاعها هكا. عندي سي كل محسوب يجي تما، مش كيما لاش دي. دركا باه نوصلو له لازم نحلو لهنا الباساج درو، هذا لازم نحلو الباساج درو ونحيو. كاين اللي نحي روضه، كاين اللي ما نحيش. انا دوك نحي روضه باسكو عندي غير الفلتر غازوال، باه من بعد نجبد الباساج درو غير منا برك، يعد عندي لاكسيليه. دروك نحيهم ونرجع معاكم ان شاء الله. بعد ما نحيت الباساج درو جبدته كيما قلت لكم، نجبدو برك نحي الروضة على جالو خير. هاو الفلتر، وين هو الفلتر تاع الغازوال؟ ها هو عنده نحيلو ثلاثة بالون ديس، هادو زوز وواحد هاكا من هيه، ها هو هينو. دوك نحيهم، يعود عندي لاكسي ليه ديريكت. من بعد يبقى لي غير نحي التياوات ولا فيش هداكا، ودوك نرجعو معاكم ان شاء الله. ها بعد ما حليت ثلاثة ديس اللي قلت لكم عليه، يخرج الفلتر. ها هو عندنا فيشة تاع لي ديكتي الماء من تحت نحيوها، وفيشة من الفوق هذيك، وعندنا لي دو تويو هذوما، وعندكم على الكروشي تاع لي تويو تكسروهم باسكو عندما نحلها بافاك ان بانس دينيدي، بانس دينيدي تسهل لي نحل التيو اليز. اللي ما عندوش كيفاه يحل ما كان لا يخرب باللي ترنافيس، يشري بانس اديني دي. ها هي بانس اديني دي، ديني دي وبها يخدموا بها لي زيليكتريسيان. هي هي ها هي ديني دي الخيوط تاع تريسيتي، هذه تسهل لك باه تنحي التيوات هذوك. نخدموا بانس اديني دي. دركا بقى لي نحل هذوما باللي طوال، ونلقى الفلتر تاع الغازوال تاعي انا دركا يديها بالمازوت، ما نجمش نكمل نرونجستري الفيديو. دونك نقول لكم اليوم نعدت لكم كيفاه يجي الفلتر تاع 1.5 دي سي اي، او معظمها لهنا يجي لهنا في الباساج ضروري، رانو كله يخدمو قريب لهنا. دونك هذه هي معلومه اليوم، وما نطولش عليكم الغيبه. نقول لكم نتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات اخرين، والسلام عليكم. وسلامي كبير لابراهيم ونوري وحبايبي كل، والسلام عليكم.